نظرة عطف للناس دي، نظرة عطف للناس دي، الناس نعم، دي قطاع واسع جدا 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 في الدولة. انت جامع توقعات كتير، يعني قلت لي في حوالي 3000 شخص طبعا موجودين، دول ودول الجزئية جمعتهم بسيطة جدا. هنعرضهم برضو، يعني يا ريت الزملاء يعرضوا الكلام ده على الشاشة. عاملين شكوى ومقضيين عليها قطاع كبير من العاملين باصحاب الدواب، مستاجري الدواب، الناس دي تعبانه واسرها تعبانه، والناس يعني دي تهمنا كلنا، تهمنا كلنا يعني تهم مصر بحالها، والناس دي واقفه معانا دلوقتي وبتنشط السياحه وبترجع السياحه، وكانوا عدوا فتره عصيبه جدا أكيد يعني، يعني كفايه عليهم اللي فات يعني اكيد اكيد بصراحه. وبشكر حضرتك طبعا، انا بشكرك جدا والله، وبشكر طبعا الساده القائمين معانا طبعا، وزاره الداخليه برضو ببعت الشكر برضو لكل الساده المسؤولين وكل الساده اللي بيساندونا وبيساعدونا من كل، من اول قياده سياسيه، هي مصلحه مصر لحد اصغر حد في الدوله، مش موضوع كنت حاج رمضان، واحنا بنحترمه وبنقدره بالتأكيد. ان كان في بعض السلبيات او في بعض يعني الحاجات البسيطه، بس برضو مهما كان لا مؤاخذه معلش يعني بالمثل البلدي كده، لا مؤاخذه حبايه التراب ما تعكرش بحر. بالظبط، احنا بنشكرك يا حاج رمضان، عشان هنطلع فاصل ونستضيف الحاج عتريس، بنشكرك مؤقتا وانا سعيد بيك. فاصل اعزائي المشاهدين، ونلتقي بعد الفاصل ان شاء الله ورجعنا.